بسم الله الرحمن الرحيم أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا أخوكم الدكتور تشيرنو أحمد جالو تحدث معكم أيضا ويواصل معكم في درس الأخضري، هذا الفقه الجميل الذي يحوي أو قد حوى عقيدة وشريعة وأخلاقا عجيبة. وقد وصلنا في هذا المتن إلى قول المؤلف: ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق، هذا كله يجب عليه أن يتجنبه كما قلنا، وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه، هذا كله ممنوع في غير حق شرعي. أما إذا كان بوجه حق شرعي فيجوز، نعم، ولكن عموما لا ينبغي أن نخوف هذا المسلم. عباد الله، إذا كان تخويف المسلم لا يجوز، فكيف بقتله أيها المؤمنون؟ هذه سماحة الإسلام، لا نخوف أحدا، لا نقتل مسلما، حتى الكافر لا نقتله، لا نغدر به، لا نغدر به، لا نخونه أبدا. إي والله، فانظروا إلى هذه القيم، الفاليس، فالور، اللغة الفرنسية فالور، قيم، معاني جميلة، يعني نظرية وعملية تطبيقية، ليس كلاما فقط أيها المؤمنون. نعم، انظروا، فإذا كان تخويف المسلم لا يجوز فكيف بقتله؟ إذا كان تخويف غير المسلم لا يجوز بغير وجه شرعي فكيف بتخويف هذا المسلم؟ وأنتم تعلمون أن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة، هذه الكعبة عظيمة عند الله وعند المسلمين، ولكن حرمة الكعبة أعظم والله. نعم أيها المؤمنون، أيها المستمعون، إذا كان هذا الدين الإسلامي لا يسمح أبدا بتخويف هذا المسلم أو غير المسلم، فكيف يسمح بإذايته أو بضربه أو حتى بقتله؟ من باب أولى وأحرى هذا لا يجوز، فينبغي علينا أن نعتبر بهذه القيم، أو نعتبر من هذه القيم الإسلامية، نعتبر من هذه القيم الإسلامية الرفيعة. فأين ما يسمى بالإرهاب، هذا المصطلح الذي صنعه الصانعون وطبخه الطابخون في مطابخ شرقية وأخرى غربية، وليس في الإسلام مثل هذا، ومن فعل ذلك فإنه لا يعرف دين الإسلام في شيء، لا يعرف من الإسلام إلا اسمه فقط. ولذلك ليس عندنا شيء اسمه إرهاب، عندنا يرهبون به عدو الله وعدوكم، نعم، ولكن ليس عندنا هذه الجناية. نعم،
والإذاية وإن كان لدينا الجهاد في سبيل الله وهذا باب آخر فكونكم أو كون أعداء الإسلام يتهمون المسلمين زورا وبهتانا في هذا الصدد فهذا كله باطل وصناعة إعلامية مغرضة نعم ولا يجوز أن يلصق إلى الإسلام كمنهج هذه التهم الزائفة والباطلة ذلك لأن الله عز وجل قد منع من كل هذه الممارسات الباطلة فكيف نقتل إخواننا المسلمين كيف نسلمهم إلى غيرنا من أعداء الإسلام حاشا لله ولا بد أن نفرق بين الإسلام كمنهج الذي لا يمكن أن يشك فيه عاقل ناهيك عن مسلم وبين الإسلام وبين تصرفات بعض المسلمين وبين أفعالهم وإن كانوا مسلمين ولكن أفعالهم وبين أفعالهم السيئة وإن كانوا من المسلمين فبعض الناس لا يفرق بين هذا وهذا ولا ينبغي أن نشك في دين الإسلام شيئا وفي هذا القرآن الذي هدى ويهدي للتي هي أقوم في كل المجالات أيها المؤمنون نكتفي بهذا القدر في هذا الباب وهذا هو الإسلام العظيم حيثما بحثت فإنك تجد من العبر والعظات فإنك تجد من العبر والعظات الشيء الكثير فانظروا إلى شيء يسير من هذه من هذه الأخلاق العلية التي والله لا يمكن أن تجدها أو قريبا منها لا بل عشرها في مجتمع في دين آخر غير دين الإسلام فلماذا نترك كل هذه التوجيهات ونعيش حياة الغابة غابة أو نعيش قانون الغابة يعني البقاء للأقوى ونقدم يعني القوي يأكل الضعيف ونردد تلك القاعدة الميكيافيلية الإيطالية الباطلة التي تقول نعم التي يعني تستبيح أن يكسب الإنسان بأي طريقة كانت فتقول الغاية تبرر الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة اي والله هذا كذب وزور وبهتان والصحيح عند أهل العلم وعند العقلاء جميعا أن الغاية لا تبرر الوسيلة بحال من الأحوال فانتبهوا يا رعاكم الله نعم فالغاية في الإسلام كما أنها لا بد أن تكون نبيلة حتى تكون مشروعة فإن السبيل إليها كذلك لا بد وأن تكون نبيلة وشريفة فإذا أردت أن تذهب إلى الحج فالحج هدف نبيل وركن عظيم بل ركن ركين من أركان الإسلام لا يمكن تركه للقادر ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ولكن مع كون هذا هدفا نبيلا فإنه لا يجوز للمسلم أن يحج بطريقة ملتوية
أي غير جيدة، كان يحج بمال مسروق أو يحج بأموال مغتصبة أو أن يفعل الأفعال الملتوية حتى يصل إلى مقصده أي إلى الحج، هذا كله محرم وممنوع. وأما عند ميكيافيلي فهذا يقلب القاعدة فيقول المهم أن تصل إلى غايتك وليست المهمة الطريقة، وهذا كله قول يدل على ضعف الدين والإيمان بل عدم الدين. فنسأل الله تعالى السلام والعافية، فانتبهوا، لا يمكننا أن نقبل بتخويف المسلم ولا غير المسلم، خاصة هذا المسلم، ولا ينبغي أن نقول بأن هذا المسلم إرهابي، ليس بإرهابي والله. فإذا كنت تعلم من المسلم، إذا وجدت مسلما صحيحا فإنك تجده سليم المعتقد، وتجده مؤدبا، وتجد عنده من القيم ما لا تجده عند غيره، سلوك جميلة، احترام فائق لنفسه وللآخرين، احترام للمواعيد، حب الخير للآخرين كما يحب ذلك لنفسه، قيم كثيرة لا توجد إلا في ظل الإسلام، احترام للجيران، إكرام للضيفان، وكذلك حب الخير للجميع، الإيثار، وإلى آخره. فكيف نقول بأنه إرهابي أو أصولي أو رجعي أو نحو ذلك من الكلام التافه الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ إن هذا والله في القياس البديع. نعم، وليس يصح في الأذهان شيء متى ما احتاج أو إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم، نكتفي بهذا في هذا الصدد، وإن شاء الله سنواصل في درسنا القادم ما يجب على هذا المرء المسلم. بارك الله فيكم، أخوكم الدكتور تشيرنو أحمد جالو، السودان، جامعة إفريقيا العالمية، كلية اللغة العربية.